بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات الفترة المسائية في هذا السباق المحلي الخامس وأول أيامه، الأشواط المسائية والأشواط المفتوحة، ونجوم المستقبل تنطلق من مسافة 3 كيلومترات، حيث نبدأ في هذه اللحظة مع الشوط الرابع للقعدان وانطلاق أسماء جديدة ودفعة جديدة من هذه الشعارات المميزة. هذا اللي في المركز الأول وفي صدارة الشوط، عجلان يحتل المركز الأول لهجن الشحانية، يضمر عجلان، حمد بن علي الحلفان المري، والبصير ينطلق ثانيا لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يضمر البصير، سالم بن عامر المدهوشي انتقل إلى ثالث المراكز. هنا شاهين يحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، يضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب، وانتقل إلى المركز الرابع، وهذا مختار اللي ينطلق رابعا لهجن الشحانية. يضمر مختار حمد بن علي بن حلفان المري، كما يضمر براق اللي يحتل المركز الخامس. النداء الأول لإخواني المتابعين، النداء الأول لهذا الشوط، النداء الأول لهذه الأسماء المنطلقة، رغم قل عدد هذا الشوط لأنه يحمل شعارات مميزة وأسماء ونجوم سوف تظهر في هذا العالم الساحر. نحن في سن الحقائق وهذه الأسماء بداية مسيرتها الرياضية، نتمنى لها التوفيق. وأعود إلى المركز الأول، إلى عجلان اللي يحتل المركز الأول بشعار هجن الشحانية الذي سجل 3 نقاط معنا في مساء هذا اليوم. أن الأشواط الماضية سجلت مع هذا الشعار ومع هذا المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. الشعار المركز الثاني شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني ممثل الغرافة في هذا الشوط، ينطلق بوصول البصير على المركز الثاني، يضمره سالم بن عامر المدهوشي الذي ينطلق ثانيا. والمركز الثالث في هذه اللحظة شاهين على المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن حسين بن جرحب، وهنا ينخطف ثالث المراكز مع وصول مختار إلى المركز الثالث. شعار هجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري، بينما المركز الرابع يحتل صوغان لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني. أول نداله وحمد بن زيوح في المتابعة والتضمير. والمركز الخامس براق لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري في المتابعة والتضمير. أعود بعد أن افتتحنا الكيلومتر الأخير، حمد بن علي بن حلفان يبحث عن تحقيق النقطة الرابعة، وهذا هو اللي في صدارة الشوط. عجلان على المركز الأول، عجلان لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان في المتابعة في التضمير. وبينما المركز الثاني انطلاق لمختار على المركز الثاني، هذا هو مختار وهذا اللي يحتل المركز الثالث. هنا براق المركز الأول والثاني والثالث، يضمرهن حمد بن علي بن حلفان المري بالشعار هجن الشحانية. أبدعت يا بن حلفان اليوم، أبدعت اليوم، أبدعت مع هذا. المركز الرابع صوغان على المركز الرابع لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني، حمد بن زيوح المري في المتابعة وفي التضمير. بينما المركز الخامس هنا، ولكن أعود إلى المركز الأول، وهذا هو اللي يحتل المركز الأول على الصدارة، عجلان. وهنا تغيير من براق لهجن الشحانية مع حمد بن علي بن حلفان المري. إذن المركز الأول والثاني والثالث بشعار هجن الشحانية مع حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الرابع صوغان لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني. والمركز الخامس البصير لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. إذن هذه الأسماء وهذه المراكز الخمسة الأولى التي فازت معنا في هذا الشوط،
تهانينا للمرة الرابعة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولحمد بن علي بن حلفان المري مضمر براق. تهانينا والناموس. توقيت الزمني توقيت مختار اللي فاز معنا في هذا الشوط 4:44 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس 4:44 88 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني هذا هو عجلان صاحب المركز الثاني أيضا لهجن الشحانية. المركز الثالث 4:46 50 جزء من الثانية. هذا هو مختار لهجن الشحانية. وتهانينا للمتابع حمد بن علي بن حلفان المري.